النهارده هنجرب كل صوصات ماجيك. الفيديو ده طلب مني حرفيا بقاله شهر، فانا كنت بدور على فكره اجرب فيها صوصات ماجيك وبدور عليهم الاثنين، لان كله عارف ان صوصات ماجيك دي شوكولاته وكراميل بس. تعالوا اقول لكم بقى لقيت ايه من صوصات ماجيك: صوص شوكولاته عادي، صوص شوكولاته خالي من السكر، صوص شوكولاته ابيض الكراميل، صوص بلو بيري وده انا بحبه جدا جدا، صوص فراوله، صوص قهوه موكا، ده صوص قهوه موكا صوص قهوه، وده صوص البينا بانر صوص الفول السوداني، زبدة الفول السوداني. فانا قعدت افكر ان احنا انا هجرب ازاي الحاجات دي في الفيديو، يعني هي صوصات بتتحط على ايس كوفي والكلام ده. فجت لي هنا الفكره ان انا بيتحطوا على ايس كوفي، والايس كوفي بلبن، فاحنا نجيب اللبن بتاعنا ونحطه في كوبايه ونحط الصوص ونقلب وندوق ونشوف الصوص مع اللبن هيبقى عامل ازاي، لان كده كده اصلا اللبن بيبقى مكون اساسي في الايس كوفي والكلام ده. فيلا بينا، جاي نمسك صوص ونحطه في اللبن ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. طيب نجيب الكوبايه بتاعتنا ونجيب اللبن. هذا ليس اعلانا لجهينة، لان جهينة مش عارف ان انا عايش على الكوكب، عشان ما حدش يقول لي ده اعلان من جهينة. هنحط حبه لبن صغيرين، مش لازم يعني نكتر، لان ده تيست بس، يعني احنا هنجرب. نجيب اول صوص الشوكولاته العادي خالص، هنحطه بقى كده ايه في اللبن، ونستعين بالمضرب بتاع ايكيا. على فكره ممكن نعمل فيديو عن مضرب ايكيا لو انتوا حابين، يعني اكتبوا لي تحت في الكومنت ونشوف. بص لونه اتغير ازاي، ريحته ميكس جهينة جدا، وده غريب قوي يعني. تعالوا ندوق. بسم الله، ايه ده؟ دي اول مفاجأة معانا النهارده في الفيديو يا صاحبي. والله بصور يا صاحبي، مش لازم تتخانقوا دلوقتي. طعم بالظبط ميكس جهينة اللي هو بتاع الشوكولاته بالظبط، حرفيا جامد قوي قوي قوي. تمام، احنا كده خلصنا من صوص الشوكولاته، هندخل على مثلا صوص الفراوله. فراوله، صوص الفراوله، نحط كده ونشوف ريحته فراوله جدا. الصوصات دي مركزه جدا جدا. تعالوا نقلب، تحول لونه اهو احمر شويه، بس هو مش باين من الاضاءه، بس هو اتحول زي ايه ميكس فراوله. يا جدعان ريحته ميكس فراوله جدا والله. تعالوا ندوق. بسم الله، هو ريحته ميكس فراوله جدا، ولكن طعمه لبن بمثلا فراوله بس قليله جدا جدا من غير سكر خالص. طعمه شغال يعني، حلو العادي يعني، اللي هو لبن وفراوله وكده يعني. تعالوا نجرب تاني حاجه، وهو اللي انا متحمس له جدا جدا، صوص القهوه الموكا. تعالوا نجرب مع اللبن. انت متخيل اصلا لو طلع فعلا طعمه عامل زي الايس كوفي بالظبط؟ احنا ممكن ما نجيبش قهوه ونجيب ده بس ونحطه على لبن ونشرب احسن ايس كوفي، ولكن كل ده هيبان مع التجربه. تعالوا نقلب. عايز اقول لكم ريحته ايس كوفي جدا. تعالوا ندوق. بسم الله، ممكن يكون محتاج شويه سكر بس عشان بس يبقى عامل زي الايس كوفي يعني، ولكن طعم القهوه باينه جدا جدا في اللبن. ممكن نعمل فيديو ونعمل ايس كوفي منه، اكتبوا لي برده تحت برده في الكومنت برده، وممكن نعمل ايس كوفي منه ونشوف كده هيبقى طعمه عامل ازاي. طبعا انا بحط طبعا لبن حبه صغيرين عشان ده تيست بس، زائد ان انت مش هتعبي برده الكوبايه كلها صوص، انت بس بتزينها بس جايه من حوالين بس الكوبايه، فانا بحط الكميه المناسبه يعني مع اللبن. صوص البلو بيري ده تقريبا انا جربته ده قبل كده وكان طلع جامد جدا جدا. يا ولا صوص البلو بيري ده اصلا بحبه جدا جدا من صوصات ماجيك، لان مركز جدا جدا وبيجيب كده ايه طعم الحاجه بالظبط، وبيحول طعم الحاجه 180 درجه. ريحته بلو بيري قوي. تعالوا ندوق. بسم الله، ولا نص كلمه والله العظيم، ولا نص كلمه، عصير بلو بيري حرفيا. صوص ولبن عمل لك عصير بلو بيري جامد جدا جدا ومركز جدا. وحلاوه كمان الموضوع كمان ان انت كمان ممكن اصلا انت اللي تركز الموضوع على مزاجك، انت ممكن تزود الصوص او تقلل الصوص براحتك يعني. الكراميل تعالوا نجربه. بصوا انا بالنسبه لي الكراميل ده حاجه مهمه جدا جدا في الايس كوفي، بيحول لي طعم الايس كوفي 180 درجه، فمن قبل ما انا ادوق اصلا انا عارف طعمه هيبقى عامل ازاي. جامد يا جدعان والله العظيم. انا كنت عامل فيديو قبل كده ازاي تعمل ميكس جهينة اللي هو الكراميل، وعملت نفس الطريقه بالظبط، ان انا جبت سكر ولبن وجبت الكراميل، وده طعمه حرفيا نفس طعم ميكس جهينة اللي هو بتاع الكراميل. ما فاضلش معانا غير ثلاث حاجات، تعالوا نجرب الشوكولاته البيضاء. دي بقى عندي معاها فيها مشكله، لان الشوكولاته البيضاء غير الشوكولاته السوداء فهي جامده، هعاني شويه عمال ما تنزل. لا والله نزلت اه عادي يا ولا، ولكن طعم الشوكولاته البيضاء انا عايز بس ادوقها كده من غير اللبن. جامد جامد، بصوا شكلها عامل ازاي. طعم الشوكولاته البيضاء جامده قوي قوي، انا اصلا بحب الشوكولاته البيضاء مش بحب الشوكولاته السوداء. تعالوا نقلب. ده اول واحد من الصوصات دي كلها يعمل زي طبقه قشطه كده، وبصراحه طعم الشوكولاته البيضاء كان حسيت ان هي ايه فيها دسامه كده شويه، فعمل طبقه كده من فوق، مش عارف هل دي طبقه، اكيد مش طبقه قشطه يعني. تعالوا ندوق. بسم الله، الشوكولاته البيضاء ما كانتش باينه في اللبن بصراحه، ولكن كانت باينه جدا جدا في المعلقه، وكان طعمها دسم جدا. ما حسيتش ان انا بشرب يعني حاجه في اللبن، انا حسيت ان انا بشرب لبن بس. طبعا احنا جربنا طبعا الشوكولاته العاديه، فاضل الشوكولاته اللي هي من غير سكر، ودي انا دقتها، فيعني اللي هو اللي بيعمل دايت وكده يعني، وعايز يشرب ايس كوفي مثلا بصوص شوكولاته وكده، يجيب ده، عشان ده هو بص هو من غير سكر خالص وطعمه مر خالص، بس يعني مع الايس كوفي والسكر وكده بيبقى طعمه حلو شويه، فممكن تجيبه انت ده لو لقيته اصلا، عشان هو يعني غلبت لحد ما لقيته يعني.
فلو انت حبيت تجيبه هو ده بيبقى شكله شوكولاته خالي من السكر. فده انا عارف طعمه لانه مر جدا جدا، يعني ما انصحش اي حد يشتري غير بس الناس اللي بتعمل دايت قاسي جدا جدا. تعالوا نجرب اخر حاجه، وده اللي لسه ما فتحتوش اصلا، وهو البينا بانر زبده الفول السوداني دي. بقى انا عايز احطها في اللبن وعايز ادوقها بالمعلقه. تعالوا ايه ده يبقى هنا زيت، في زيت بينزل يا جدعان، كاتب تحت هنا رج جيدا. تعالوا ندوق ونشوف. مش ريحته حلاوه، مش ريحته فول زبده فول سوداني. بسم الله. ايه ده، هو بالزبده فول سوداني شبه حلاوه السبريد جدا. تعالوا نحطه كده بس في اللبن شويه وندوق. يا صاحبي انت سايل قوي كده ليه، في ايه؟ التجربه ليست مبشره. طعمه عامل زي حلاوه سبريد بالظبط جدا، يعني مفيش فكره زبده الفول السوداني خالص. انا كنت جايبه بقى قلت بقى صوص حاجه عامله زي اللوتس بقى مثلا او تقليد اللوتس وكده، ولكن حلاوه سبريد بلوى سيئه، يعني مش حلاوه سبريد عاليه، لا دي سيئه جدا. بس كده، ودي كانت كل منتجات او كل صوصات ماجيك. اكتبوا لي تحت في الكومنت لو انتوا عايزين افكار تانية بالصوصات دي، او عايزين نجرب براندات تانية، او عايزين نجرب شركات تانية. وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قرب وقت. والانستجرام هنا بنقدم هناك عظمه، يعني روح كده ايه تابعنا هناك. وبس كده كالعاده، دوس يا كوتش، سلام عليكم.